Assalamu alaikum. ما حصل في اليمن هو جريمة لا يمكن السكوت عنها. هذه جريمة إبادة. السعودية ترتكب جريمة إبادة في اليمن. لا يمكن أن نسكت بعد ذلك، وعلينا أن نعلن ونصرح بموقفنا السياسي لتعرف السعودية أن هناك أصواتا لا تقبل ما تقوم به. علها تفكر، علها ترتدع، علها تفتح مجال لحوارات بناءة. فإذا نحن نصرخ بسبب ما نراه من خطر كبير لا يختص باليمن، بل سينعكس أيضا على كل المنطقة. أنا أعتبر أن السعودية، الأمريكا شريك للسعودية في العدوان على اليمن، لكن شريك يعرف ماذا يريد، بينما السعودية تورطت وستحصد خسائر كبيرة جدا بدأت تظهر وستكون أكثر فأكثر على موقع السعودية وواقعها الداخلي ودورها في المنطقة. نعتبر أن مساهمة الحزب في سوريا وفرت على الحزب أن يقاتل في شوارع بيروت والضاحية والجنوب وفي كل مكان في لبنان، لأن المشروع التكفيري مشروع خطر وله تطلعات بملأ أي فراغ يمكن أن يجده، ليس في لبنان فحسب، في كل المنطقة العربية والإسلامية. أرى أن المعركة في القلمون حتمية، ولكن إذا كان الطرف الآخر يتصور أنه سيحقق نتائج إيجابية فهو واهم. على كل حال ستثبت الأيام أن ما سيحصل في القلمون سيضيف إنجاز إضافي لمصلحة سوريا والمقاومة. يعني بيقدروا يعيقونا بس